هذا السائل يقول: لو بينتم حفظكم الله خطورة الاستهزاء بالدين وأهله. الاستهزاء بالدين ردة عن دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم، يعني المنافقين، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالدين ردة عن الدين، وكذلك الاستهزاء بأهل الدين وبالعلماء، لأنهم ماذا قالوا الذين نزلت فيهم هذه الآية؟ ماذا قال؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هذا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، ما رأينا مثل قرائنا هذا، أكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. وثالثة ذكروها فأنزل الله فيهم هذه الآية: قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين، فلما قالوا هذه المقالة قال الله لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم، والعياذ بالله. أما الكفار والمشركون والمنافقون فيقولون ويقولون، لكن هؤلاء أساس ما هم عليه كفر، لكن هؤلاء مؤمنون، ولما قالوا هذه المقالة كفروا بعد إيمانهم، نسأل الله العافية. فالواجب على المسلم أن يحذر أن يستهزئ بالمسلمين أو بدين المسلمين أو بما عليه المسلمون، وإن كان هناك أخطاء فلا يسخر بهم، وإن كان هناك أخطاء من بعضهم فهم على حق وعلى دين. والعصمة إنما تكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خطأ يأتي والمخطئ يناصح ويبين له، هذا هو الواجب. ليس الواجب أن تسخر به، الواجب أن تنصحه وأن تبين له الخطأ ليتراجع. نعم.